ازيكم؟ عاملين ايه؟ معكم بودي جيمز. النهارده هنلعب لعبه الجد والجده، يعني هو ديت جريني شابتر 2. واحنا ختمنا في الحلقه اللي فاتت شابتر 1، ففي حلقه النهارده احنا هنختم شابتر 2. فما تنسوش اللايك والاشتراك وخلونا نبدا. هو المفروض ان المره دي مش هتكون الجده لوحدها، وهيكون في الحاج اللي وراها ده. بس يا جدعان في حاجه كده استغربت انا اول ما فتحت اللعبه، هو ايه البتاع المرعبه دي؟ ايه الشكل المرعب اللي وراهم ده؟ ولا ده خيالهم ولا ايه؟ مش عارف بصراحه. بس خلينا ندوس بلاي. ما هي اللعبه دلوقتي متغير شويه. ايه ده؟ ايه الراديو اللي في الجنب ده؟ هو انتوا لو حابين يعني نبقى نلعب جريني برضو في شابتر 2 وحاجات دي، تبقوا اكتبوا لي في التعليقات. خلينا خدي درجه صعوبه ايزي، وحنا نختار الجد ولا الجده يعني اللي يكونوا موجودين. البص دوت اللي هيكونوا هما الاثنين بس. يا جدعان بصوا، ممكن انزل برضو فيديوهات على جريني بختمها على النايت مير والدنيا ضلمه وكده يعني. ثواني، هو قبل دلوقتي بقى ختم جرين وحاجات دي في الموسيقى دي. بصوا احنا هنلعب في الحلقه ديت بالبوس ومال نلعب بهم هما الاثنين، هيكون الجد والجد. يلا بلاي. بسم الله. انا نسيت اخلي الجوده عاليه. خلي حالي حاجه كده. يلا بص الجهاز ما او الكتاب ما يعلقش، ما يلجلكش الموبايل. تمام. يوم اول المره دي ظاهر فوق، يعني ملاحظ ان ده اختلف. انا مش عارف اي حاجه يعني، وهيكون بيتعمل ازاي. تمام، هي ظاهر ان اوضه معفنه في بيت جيراني، بس كانت معيشاني في اوضه فخمه وكده، لا سرير فخم، حتى ما فيش سرير مخد كده يا اخي، والسرير ما فيش مرتبه. جيت بقى على كده كان مظبطيننا بقى، ظبطونا يا ستر يا رب. تمام، في هنا صندوق من البيت. اي نيد كرو بار، شكلي فيه ادوات كتير. اتوقع ان دوت هيكون في الطريقه لما نخسر في 5 محاولات هتروح جاي جدا مدخلاني هنا وتقفل عليا. بس لحظة، ايه اللي بيعمل؟ عملت بيعمل صوت. طيب ماشي، مادام ما في صوت حصل. اه صحيح، هو الجد بيشوف بس مش بيسمع. خلينا نستخبى هنا كده، انا ممكن ساعات يكون فيها دواء بتاعي. تمام، ما شاء الله الاتنين لازقين في بعض. ايه بقى لاحظتوا؟ إيه كان في الجد دوت كان لابس سلسلة كده كان عليها مفتاح. تمام، ده انا اللي جريت سبريميكو. طب هو معلقين صورتي بنوحهم هنا تقريبا. تمام، ايه اللي هنا؟ اوه ماي جاد، شوتجن شوتجن. وانا مش مرتاح والله، ما مرتاح. يعني نرجع لكم بعد ساعة بقى، خلينا نفضل قاعدين هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هخرج من اللعبة. جيب لي كده اعمل حاجة موسيقى تحديني شوية. دولنا كده ماشي. تمام، هحاول اعلي الصوت شوية عشان ابقى سامع كده يعني. ما شاء الله، اللي جايبك يا حاج؟ تمام، هي عدت من هنا بقى من لعبة حلوة. معلش لو كان صوت اللعبة مضايقكم، انا هبقى عالي الصوت بتاعي. انا حمام يا تنظف يا حاجة بيتك. ده ايه ده؟ ربنا يعينه حاج اللي عايش ده، قلتو مش بتنظف ولا بتعمل حاجة. ايه ده؟ بص فيوز علينا، شكلك في حمام جدا.
رن الجرس. مين ده اصلا؟ شباب اللي ما كانش واخد باله، هو كان فيه صورة متعلقة كده، كان فيه صورة متعلقة كان عليها نفس الوش ده. حاج ده الحمد لله ان في مكان هنا، الحمد لله. تمام، في انا اداة ولا ايه ده؟ ستان جم تقريبا مسدس كهربا دي الطلقة. طب لو انا برميه طلقته لا والله ده ميزه، دي عامل زي الشوتجن، قصدي عامل زي الكروس بو كده فاكريني، بس طلقته مش بتوع، عامل زي الشوتجن يعني. وانا فاكريني في الحلقه اللي ختمتها فيها دي كنت شايف معلومات، بس اتوقع ان جوزها هيجي بقى عشان يشوف مراته. كابتن هتيجي ولا لا؟ هو ممكن لو النهارده تكون بنجرب كده. كابتن انت بتصدر الطشه كده، هشوفه دلوقتي انا لبيت المسدس هل هيجي ولا لا. يس كنت بحسبه والله بيعرف يوقف. سيت ده مرعب كده، اقدر اخدهم المفتاح ده لان حافظ مكان المسدس كده. لا راجل يا كابتن، يخرب بيت وسع يا عاد، ابوس ايدك. طب خدي اهربك تاني، مش بتموت بس يا شيخ شكليه كده حتى راستر. لا الحمد لله الحمد لله ميت ميت. تمام هو في دور تاني فوق، هنا مكان امان، مكان امان صح وسع. تمام في مكان سري، هو انا جدعان دخلت كده انا عشان ما اكذبش عليكم، انا دخلت قعدت العب شويه كده ورا الكواليس، مش ورا الكواليس قوي، دخلت دقيقتين كده ولا حاجه بس استكشف، واكتشفت ان الباب ده هو اللي انا محتاج له سكيورتي كي. تمام ف زي ما انتوا سمعتوا كده وانا عملت فضيحه زي ما انتوا سمعتوا. طب خلينا كده نروح لاخر المكان دوت يمكن يكون فيه حاجه، اصلا لسه ما اكتشف المكان ده حالي. هليكوبتر كي؟ لا انا مش هحرب هليكوبتر ولا حاجه. ايه هليكوبتر ده اصلا؟ مش عارف. وانا كمان اكتشفت ان في قارب، يعني كان في بوت كده تحت كده في القبر. عملت فضيحه، اتوقع انها صحيت بقى. ايوه ايوه صحيت صحيت. يلا بقى انتوا روم هنا وانا هروح بقى عند السكيورتي. فالسكيورتي دوت واضح انه كاميرات، يعني مفتاح السكيورتي ده. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. لا حول الله. هو ايه اللي حصل ده جدا يا جدعان؟ يعني بقيت ما شاء الله يعني بقيت مستحلفالي كده، مش عارف ايه اشمعنى. لا بصراحه انه مستقصدان اشمعنى. بص انا هوريكم القارب، والقارب كان هنا اهو، محتاج سبارك بلوك وجزولين. انا ما جربتش اخليه مفضل.
ونحتاج طبعا المفتاح والسترينج ويل. تمام. مفتاح هنا تقريبا. وهنا ايه؟ اي نيد بدلو كي عشان افتح المكان ده. تمام كده اجرب انزل تحت. تمام عادي انا اقدر اعوم. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. يا ساتر بخلي في عينه، مش عارف ايه ده، عينه جوه بقه، عينه يعني حياته بتحضن اكل ولا ايه مش عارف. وعلان كمان، لو كنت عارف ان جيراني بيجي في علان نيت ما كانش زمان عين حل. يعني يابا عملت لك بتاعه اللي بعده، اعمل له هنا بتاع. محتاجة ايه يعني؟ التفاحة. كده. طيب اللي بعده دي حكاية معرفش. احنا قلبنا لعبة تانية، حاجة تغالي. ايه لعبة بتجريني اللي ظهرت يا كابتن؟ ابوس ايدك. على نص ساعة يوم التالت بحاله. انا مش عارف، هو تقريبا بيديني 5 ايام يعني زي الجدة. هي لعبة محاولة النهاردة، هي مش محاولة تختيم، بس انا زعلت بصراحة من اللي جرب. خلينا نعمل خطة. حفظنا دي تبقى خطة. لاعبين ده الناس بقى اللي بيلعبوا اللعبة دي، اسم اللعبة جريني شابتر 2 للموبايل وللكمبيوتر. تروح بقى تعملوا خد عادي اهو. شوفوا انا بعلمكم جليتشات، وفي الجدة كمان الجزء الاول علمتكم ازاي تهرب اهو، حاربت لكم يعني كده يعتبر علمتكم لكمش حاجة بقى. هي جدة ولا الجدة هو اللي بيسمع؟ ده بيغني ما شاء الله، صوتك جميل. وشافني لحظة، هو شافني ولا ايه؟ احسن مشي. امشي ربنا يهديك يا جيراني. وما فيش غير الجد اللي بيسمع. ايه اللي انا بعمله؟ ازيك يا جد؟ تحية بصراحة حبيبي. ايه رايكم في صوتي؟ لا بصراحة، بس الجد ايه بصراحة يعني ضربته بتلسع فعلا. برافو عليك يا حاجة، ربنا ينور عليك بصراحة. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بس يا جدعان بصراحة ضربت الحاج ديت وجعتني، واحنا هنسميه الحاج ماشي. ممكن نسميه جراني الحاج يا معلش، ممكن نسميه حلو كده عشان الاتنين ناس عجوز يعني. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا جدعان انا مش عارف اختم الحلقة من ضربة الجد دي بصراحة، وجعتني اوي وخلتني انزل دم على السرير. مش عارف اختم الحلقة من الوجع. خلاص كده كده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتنشوف فيديو اصحابكم عشان
يستمتعوا مع بعض يعني كده. مش عارفه اختم. سلام.